أهلا بكم إلى هذه الفقرة التي نناقش فيها أبرز ما جاء في صحف القاهرة التي صدرت صباح اليوم. قبل أن أبدأ هذه الجولة أرحب بضيفي الكاتب الصحفي أستاذ محمد فوزي مدير تحرير جريدة التحرير. أهلا بك أستاذ محمد، نورتنا. اسمح لي نبدأ أول العناوين. أول العناوين هي يعني قبل أن أبدأ في تصفح صحف اليوم، هناك فيديو يجب أن نعلق عليه لأنه بيرسم بعض ملامح صورة ما يحدث عند كوبري قصر النيل. اشتباكات اليوم في قصر النيل، هناك حادث مؤسف بسبب قطع الطريق أمام السيارات المارة. كان المتظاهرون يغلقون الطريق، والسيارات التي تحاول عبور الجسر بتتعرض للضرب الطوب، وحاول سائق تاكسي أن يقتحم الجسر، لكن زي ما انتم شايفين كده يعني أصاب اثنين من ال ده نتيجة يمكن ده الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم. يعني أستاذ محمد فوزي، هذا النوع من الحوادث يعني عاوزين يعني أعتقد أنه يعني ما يعني حصل المرة دي من سائق تاكسي في مرات عديدة حصل من سيارات الشرطة، وبقت المشاهد المصري أو المواطن المصري بقى معتاد هذه المشاهد. ويعني أتمنى أن نكون بس لم نصاب بعد بتبلد يعني تجاه هذه المشاهد الصعبة جداً جداً. يعني نتعودها في ضرب الخرطوش والرصاص الحي والمصابين والقتلى اللي كل يوم يعني تقريباً لا يكاد يخلو يوم من مطالعة هذه يعني المشاهد الصعبة جداً. يعني أتمنى أن بس عاوز يعني نخف شوية. عاوز أحتفظ بحقنا في العربية أن الفيديو ده فيديو خاص بينا بالقبينة بالقناة وبالبرنامج الحدث المصري، بالتالي مرة أشوفه يعني فعاوزين نحتفظ بحقنا بس الأول.